من بعد الثورة معناها خاصة في 2016-2015 ولت عنا ظاهرة جديدة أختي، وهذه مانيش عارف الظاهرة هذه تقسم المواطن بصراحة، يخلي لك يجيو ولا ما عادوش يجيو يهزوا الكونتير، يبعث لك تقديرية، فاتورة تقديرية، فاتورة تقديرية هذه يجيب لك يبعث لك فاتورة، المواطن يمشي خلص يجيك في آخر العام معناها يعني في شهر جانفي يقول لك هاو 800 دينار هاي 900 دينار عنا الأخت هذه مثلا فاتورتها فهمتني ولا معناها يعني 800 895 يعني من 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 48200 دينار من 341 دينار 895 دينار هاي 895 دينار يعني معناها يعني هذا يعني يجبر المواطن يما يقطعوا له قسمه صغاره معناها وإلا معناها يقصوا عليه الضوء قسم بالله معناها شيء عندنا معناها شيء اسف شيء معناها يعني قسم على الله